بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to a new video Today we have a new video about another vowel sound النهاردة إن شاء الله سوف نستكمل وإياكم الحديث عن بقية الأصوات المتحركة ولدينا صوت جديد في هذا الفيديو إن شاء الله Today we have a new vowel sound This sound is located in the center of the mouth and it is called an open mid central and rounded vowel. هذا الصوت ينطلق من منتصف اللسان وسوف نجد الارتيكولر description بتاعته زي ما نتكلم عنها في هذا الفيديو ان شاء الله. In this case for this sound the tongue is low. نجد ان اللسان منخفض مش عالي يعني مش في المنطقة العليا ولكنه low and in the center of your mouth وفي منتصف الفم يعني اللسان عندما ينطلق هذا الصوت اللي احنا شايفينه في الصورة امامنا ويطلق عليه الصوت رر رر نجد ان اللسان يهبط ثم ينخفض ثم يرجع إلى الوراء حتى يصدر هذا الصوت من منتصف اللسان. أما لو تحدثنا عن شكل الشفايف فإحنا هنطلق عليها unrounded وهذا بسبب أن هذا الصوت يتطلب من الشفايف أن تكون غير مستديرة because they are stretched out as if you are smiling and not rounded. بالرغم ان احنا ممكن نلاقي light rounded يعني دوران خفيف جدا لهذا الصوت. So the technical name for this sound is open mind central and rounded vowel sound. هذا الصوت يصدر من في حاله الشفايف تكون open and in the mid في منتصف central rounded of the tongue. ولهذا يطلق عليه الصوت ار لو حسيت بوضع الاصبع داخل الفم هنا نجد ان اللسان يرجع الى الخلف ثم ينطلق الصوت from the center of your Mouth. لو بصينا على الدايجرام اللي موجود ده اللي بيمثل اللسان او بيمثل الفم عموما نجد ان الدائرة الحمراء اللي موجودة دي دي هي بتمثل لي هذا الصوت اللي نطلق عليه فنجد ان المنطقة الوسطى the ونجد ان المكان بالضبط في النسبة للفم اللي هو السنترال السنترال بوزيشن اوف the mouth ويشاركه في هذا المكان صوت الشواء اللي احنا تكلمنا عنه في لقاء سابق قبل هذا اللقاء وتكلمنا عن how to produce and what is the mechanism of the production of the sound شواء وتكلمنا عن هذا الصوت وهنعمل مقارنة ان شاء الله ما بين الصوت الشواء وهذا الصوت اللي هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله أيضا لو حبينا نوضح الصورة أكثر لو بصينا على الرسمة الموجودة في الشاشة نجد هذا هو ارتفاع اللسان ولا هوش مرتفع جدا ولا منخفض جدا ولكنه in the middle in the middle of the mouth وأيضا لو لاحظنا على الشفايف بنلاقيها unrounded ولكن هناك slight rounded بالنسبة للشفايف حاجة خفيفة لا تذكر بالنسبة لدوران الشفايف وعشان نأكد هذه الصورة واللي تكلمنا عنها ونبين الارتيكلارتري بالضبط هنشوف نيتيف سبيكر بيصدر هذا الصوت اللي هو الصوت ونشوفه مع بعض نشوف الفيديو ونشوف كيف ينطق هذا الصوت آه <applause> جود في قبل قليل وقلنا ان الصوت ينطلق معه نفس الصوت من نفس المكان اللي هو اشواء الا انه يوجد بعض السيميلاريتي زي اللوكيشن الموضع نفسه انهم يصدروا نفس المكان But the two little dots, النقطتين اللي احنا حاطينهم لصوت اليوم That it's a longer sound يعني بيعنوا انه هذا الصوت اطول شوية من الشواء يعني نفس الميكانيزم بتاعت الشواء الا انه اطول شوية يعني بياخد مساحة زمنية اطول ولذلك هو يطلق عليه ما هو short vowel ولكنه long vowel احنا بنقول في الشواء اما في هذا الصوت بنقول ايه بنطول شويه الصوت عن الصوت اشوا تعالوا مع حضراتكم نعمل نوع من الكمباريزون بتوين ذا اشوا اند اور ساوند فور توداي لو بصينا على صوت النهارده اللي موجود في كلمه بيرد تيرن بيرد تيرن لو حبينا نوصف نعمل ديسكريبشن description, articulatory description لهذا الصوت نطلق عليه أنه هو ايه سنترال لونج ساوند يعني ينطلق من المركز او منتصف اللسان وهو لونج ساوند ما هوش شورت اما لو تحدثنا عن ذا تونج اند جو عن اللسان وعن الفك السفلي نجدهم انهم ريلاكسد يعني ايه يعني ما فيش اي نوع من التنشن يعني في نوع من الانبساط أما the lips هنطلق عليهم lightly rounded يعني يدوب فيه في نوع من الدوران البسيط لو أطلقنا الصوت تاني نبص كده على على الشفايف هنقول إيه أما لو تحدثنا عن الصوت إشواء مقارنة بهذا الصوت نجد في زي كلمة away about نجد أنه أيضا central ولكنه short sound يعني ما هوش طويل زي الصوت النهارده اما بالنسبه للتانج ذا جو كلهم بنلاقيهم ريلاكسد وايضا الشفايف نوع من ريلاكسيشن أر، 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 أر. ما فيش فرق اختلاف الا انه ايه حاجات بسيطه بالنسبه لوضعيه النطق بتاع الصوتين تعالوا مع بعض نشوف بعض الأمثلة قبل ما نتكلم عن الـ common والحروف المكونة لهذا الصوت ناخد بعض الجمل فيها كلمات تحتوي على هذا الصوت اللي هي موجودة باللون الأحمر اللي انتم شايفينها حضراتكم نشوف أول جملة The bird is making a nest The bird is making a nest Number two The girl is wearing a fur coat The girl is wearing a fur coat. Number three, I am wearing a blue shirt. I am wearing a blue shirt. Number four, Alan and Joy work in an office. Alan and Joy work in an office. Bird, girl, fur, shirt, work نجد أن هذا الصوت موجود في هذه الكلمات تعالوا مع بعض نشوف الـ common spellings. إيه هي الحروف اللي بتكون لي هذا الصوت أول حرفين ER والحروف ERR دول لو وجدناهم في كلمة بيكونوا لي هذا الصوت اللي هو الر. زي كلمة perfect Err, serve, أيضاً الحروف يو R يو R R زي الكلمات اللي موجودة Church Turn Per الحرفين I R and Y R Sir Girl Mer الحروف W O R Word Work worse الحروف E A R earth heard الحروف O U R journey curtsy scourge يبقى دي الحروف اللي بتكون لي هذا الصوت بهذا نكون احنا غطينا هذا الصوت وتكلمنا عن مقارنته في الصوت إشوا واتكلمنا عن ال Articulatory Descriptions for the Sound، واتكلمنا أيضاً عن ال Common Spelling. دي نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أرجو من الله أن تكونوا استمتعتم بهذا اللقاء، And if you have any comment, please don't hesitate to write your comment in the comment box. اكتب أي تعليق تجده أنت محتاجه، أنك تعلق على أي حاجة أو تطلب أي حاجة في صندوق التعليقات. and click on the icon of the bell to receive more videos about correct your English. Uh, نرجو من الله أن تكونوا قد uh, نكون قد أسعدناكم بهذا الفيديو وشكرا لحضراتكم ولمتابعتنا وأرجو من الله أن نلقاكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.